نلاقيها لين 200 ونلقى لنا بنعمل قران عشان نعيش. نطلع برا حفل سفيتك خط حريري اما الحين مع الحرب سوها مع الحرب عملها للناس عشان الناس من القلة مش لاقي على ايش تخبز وعلى ايش تسوي الناس من عشان هيك عملها للناس صارت على تطبخ على الطباخ تطبخ على الفرن تسوي كل حاجة على الفرن يعني ايش بدها تعمل العالم يعني ايش بدها تسوي ما تخلصوا هالحال هذا اللي احنا فيه احمد وعندنا هنا بنعمل كمان صاج برضه على النار عايدينا وكله بشغلنا على النار عشان فيش غاز فيش غاز وبسبب عدم توفر الوقود واحنا هنا لاجئين جوا في المدارس وفيش غاز وفيش حاجه وحتى الغطاء الحطب كان يعني بقول كده بشكل لقيت صار ب10 وعندنا الطحين صار يبيعونا اياه يعني غالي ركل الساعه واقف اخواتك صار